التواصل يستمر متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، اينما كنتم وعلى البركه. نتحرك بشوط اخر يحمل المفاجات، يحمل القوه، يحمل الاصايل، يحمل خليط من الشعارات ومن السلالات التي تشاركنا في هذا التحدي مع هذه الانطلاقه في المجموع الانطلاقه الخامسه، خصصت لفئه اللقايه الابكار لهجن اصحاب السمو والشيوخ، وايضا الباب مفتوح لابناء القبائل. نرحب بهذا الشوط ونرحب ايضا بالكيلو المتر الاول لنعلن عن المركز الاول، طرب محمد بن علي بن كليب من يقدم لنا طرب باول المراكز. المتابعه من الدرعيه سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم لنا الدرعيه في هذه الجوله. المركز الثالث تاتينا اللي هي عوايد سالم بن راشد بن سرداح من يقدم عوايد بالمركز الثالث. والمركز الرابع مروج مطر بن راشد بالضبيعة نقلة تالية إلى المركز الخامس. المركز الخامس فهنا المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راشد بن سعيد بالغافرية من يقدم المايدية بالمركز الخامس. والمركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة من يدفع بالشاهينية في هذه الجولة. شعار أيضا بالضبيعة قادم للمنافسة. وفي المركز السابع يتقدم الآن، يتقدم ويعلن وجوده مع الشعارات الكبيرة التي تشاركنا سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد. هذا شعار بن رشيد وشعار بالضبيعة يتشابهن باللون والرمز والنقوط اللي محطينها على ظهر الشعار. ناقلة تالية على المركز الثامن، المركز الثامن الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم عبيد بن محمد بالضبيعه عتيج بن علي بن خبيه يقدم لنا مياسه المملوكه لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد ال مكتوم بن سليم. شعاره معروف، شعاره معروف. هذه الكره الارضيه اللي على شعار بن سليم مثل ما تشاهدونها، فيها مزيج من الالوان، فيها اللون الاحمر والأصفر والأسود. هذا هو شعار بن سليم على الخوذة، خوذة المركبي. هذه المراكز الأولى متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، ما زلنا نبحر، نبحر يا خميس، يا خميس يا صديقي يا زميلي يا قائد عربة النقل الخارجي. تقدم إلى الأمام، تقدم لنشاهد بن دليوي ليقدم لنا هذا الشعار الكبير. يا سلام يا أبو راشد، يا سلام يا أبو راشد، خلك على هذه الطلعة، خل الدرعي مدرعة بالأصالة ومدرعة أيضا بشعار بن دليوي. بن كليب ما زال يصارع على الناموس وبن سرداح. يلا يا بن سرداح، يلا يا أبو راشد، يلا يا راعي عوايد، يلا يا سالم، يلا يا سالم. أمس خذ نقطة ثمينة، أمس خذ نقطة ثمينة في وسط شوط كبير، في وسط شوط الجعدان. هو الآن يتقدم إلى المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع. هناك شعار بن رشيد، هناك شعار سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد، والمركز الخامس بن خفية، وهناك أيضا الجماعة بعيد عنا، نحن بنكون عند الأول. ليبقي الإذاعة، يبقي التصوير أي عند بن دليوي وعند بن كليب. بينهم حنة ورنة، بينهم شد وجذب، بينهم خذ وهات، عطني وبعطيك، عطني، ولكن ما في، ما حد يعطي حد في الميدان. لا أخوي يعرف أخوه، لا أبوه يعرف ولده، لا صديق يعرف صديق، أبدا. يعرفون الأول، الأول كلهم على الأول، عندهم هجوم على الأول. بن سرداح يا بن سرداح، حرك 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 يا أبو راشد حرك، لأن الجماعة متهبين، حاضرين، جاهزين للأوامر، جاهزين. يلا يا راعي، شوف اللي هي الدرعية على الأول. الدرعية ما عطتن في الدرب طوعة أبدا، متمسكة على المركز الأول، ما همها طول المساحيب. التم للسبق على الباب، على الباب، على باب الناموس، تم على باب الناموس. بن كليب من يقاتل واني صارع مع طرب. يا طرب يا طرب، نبغي نقول يا طرب يا بن كليب، طلع العصا شوي، نبه، اعطى حالة انتباه. وين الجهاز؟ عند سيف ولا عند مهير؟ وين الجهاز؟ ما ادري وين الجهاز. عند منو الجهاز؟ بن دليوي يا بن دليوي، روح يا ابو راشد، يلا يا ابو راشد، يلا يا بن دليوي،
يلا يا ابو راشد خلك 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 مركز، حد واصل لنا حد من الجماعه، شوف يوم لي شوف لي الثالث شوف لي الثالث. فانا الشاهنيه سعيد بن عبيد الخليفه بن رشيد على المركز الثالث، ولكن راحت راحت الدرعيه راحت الدرعيه راحت الدرعيه. روح 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 يا ولد، يا سلام يا سلام، راحت الدرعيه بشعار ابو راشد بشعار سعيد بن سيد بن دريوي من يقدم لنا الدرعيه بالمركز الاول. وطرب طرب طرب طرب، هل تطربنا في اللحظات الاخيره؟ هل تفرحنا في اللحظات الاخيره؟ هل تفرح المشاهدين والمالك والمتابع؟ ولكن الدرعيه ما معطنها المجال ابدا ابدا، مسكره على الباب مسكره على باب الناموس. والاداء ذاتي، الاداء تلقائي، الاداء بدون اوامر. الدرعيه تتحرك تلقائيا تتحرك تلقائيا على ابتسامة بن دريوي، فقط على الجهاد فقط على الجهاد. تروح بالشوط، نعم هذه الدرعية تقوم طفر وتنتهي الطفر، تقوم راس وتنتهي راس. بدأت تريح راحة المحارب، بدأت تريح راحة المحارب، لأن ما كلمها أبدا 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 ولا عصاها ما طلعت من البطان. عجيب غريب هذا الزمن، عجيب غريب هذا الموسم، العصي ما يطلع من البطان. كيف كيف ما ادري والله، ما بعارفين، هذا سر المهنه، هذا سر المهنه، يسبقون بدون ما يطلعون العصي من البطان. تهانينا والناموس لسعيد بن سيد بن دريوي الثاني بن كليب، والمركز الثالث فهنا ياتينا بن رشيد مع سعيد بن عبيد بن خليفه بن رشيد. المركز الرابع اسمه الشيخ حمدان بن محمد، والمركز الخامس فهنا الطياره سلطان بن سالم بن عجيب. كم التوقيت يا خميس؟ 29 دقيقتين، ست دقائق و29 ثانية، ست دقائق.